الخطاب قال ثم شرع فيما تجب به الكفارة فقال ومن وطئ بتغييب جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها عاملا مختارا عالما بالتحريم في الفرج ولو دورا من آدمي أو غيره في نهار رمضان ولو قبل تمام الغروب وهو مكلف صائم آثم بالوطئ بسبب الصوم فعليه وعلى الموطوء المكلف القضاء لإفساد صومهما بالجماع وعليه وحده الكفارة دونها. شوف معي الكلام. أول إشي بدأ يفسر ويبين ما هي الجماع الذي يفسد الصيام ويوجب إيش الكفارة. إحنا قلنا اللقاء السابق أن التقبيل والمداعبة ولو كان بشهوة عند الشافعية لا يمكن الصيام وإن كان إيش وإن كان يأثم. قلنا التقبيل والمداعبة عند الشافعية إذا كان بشهوة لا يبطل الصيام ولكنه إيش ولكنه يأثم ولكنه يأثم. لكن إذا صار إنزال قلنا يبطل الصيام إذا كان مباشرة بلا كفارة. والمقصود بالمباشرة هي إيش؟ ملامسة البشرة. يعني الأحياء في العين لو كان هناك مثلا تقبيل شهوة أو مداعبة بشهوة فوق حائل حتى لو صار إنزال عند الشافعي صومه يشمله صحيح مع الإثم. معاك؟ يعني يبطل الصيام إذا كان هنالك تقبيل أو مداعبة عن طريق المباشرة بسبب المباشرة وحصل إيش؟ إنزال. ولكن هذا يبطل الصوم ولا يوجب الكفارة يجب القضاء. الآن نحكي عن الكفارة. الكفارة يقول في الوطئ يعني اللي هو العلاج طبعا قال قبلا أو دبرا ما في فرق من الشافعي بس هنالك حالات أو شروط معينة يوجب الكفارة. الشرط الأول قلنا العلاج قبلا أو دبرا. الشرط الثاني قلنا عامدا مختارا يعني إذا كان ناسيا أو كان مكرها لا تجب إيش الكفارة. وفي أخرى شرط كمان عالما بالتحريم عالما إيش بالتحريم يعني إذا كان يجهل إنه حرام لا يجب عليه إيش عليه كفارة. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فهذا عذر هذا الجاهل الحرمة معذور. لكن لو أجي واحد قال يا جماعة الخير أنا بعرف إنه جماع المرأة أثناء نهار رمضان حرام بس بعرفش نعطي كفارة الجماع نقول له لا عليك كفارة. الجهل يكون مش في العقوبة المترتبة الجهل يكون في إيش؟ في أصل الحكم في التحريم إنه حرام. فإذا قال أنا بعرفش إنه حرام يقولوا أنت معذور في جهلي. إذا قال بعرف إنه حرام لكن بعرفش إنه في عقوبة كذا وكذا نقول له هذا ليس بعذر عليك كفارة لأنه هاي العقوبة مش شرط تعرفها. يعني أنت لا ترتدع إلا بعد العقوبة المفروض تقدر إنه حرام أن ترتدع مش هيك؟ أيوة طيب. قال من وطئ بتغييب جميع الحشفة أو قدرها للمقطوع عامدا خرج بهذا القول إيش؟ مختار. لا من جمع ناسيا مختارا خرج من جمع إيش؟ مكره. عالما بالتحريم خرج من جمع إيش؟ جاهل. من جمع هو جاهل في الفرج ولو دبرا من آدمي أو غيره. يعني عند الشافعي الأحكام ما في فرق بين القبل والدبر حيث حتى إذا ذكرنا أخذنا عن نقض الوضوء المس كنا عن الشافعي المس سواء مس فرجه قبلا أو دبرا بغير حائل يبطل إيش الوضوء. في فقهاء فرقوا بين القبل وبين الدبر مش هيك؟ لكن عندهم ما في فرق عند الشافعي حيث الآثار المترتبة. قال من آدمي أو غيره في نهار رمضان. شوف معاي في نهار ايش رمضان. لما قال في نهار رمضان خرج بهذا القيد ايش من جامع زوجته في صيام نافلي
أو من جمع زوجته في صيام فرض كنذر أو قضاء في غير إيش؟ رمضان. يعني نفر الشخص جمع زوجته في شوال وكان يقضي قضاء، نقول له أنت آثم. ليش أنت آثم؟ لأنه أفسد صياما واجبا، ولا يجوز إفساد صيام واجب. لكن هل عليه كفارة؟ لا، مش عليه كفارة. الكفارة هي خاصة في إيش؟ هي خاصة في رمضان. ها؟ خاصة في رمضان. ما هي يعني عامة في جميع الأشهر، إنما خاصة في رمضان. فلو أفطر صياما واجبا كقضاء أو نذر في غير رمضان لا كفارة عليه مع الإثم. أما إذا كان صيام نافلي فالمتطوع أمير نفسه، لا إثم عليه، وإن كان الأفضل أن يتم صومه إلا لعذر. قال بعد ذلك، شوف معي، قال وعلى وهو قال فعليه وعلى الموضوع المكلف القضاء، يعني الاثنين عليهم إيش؟ قضاء. عليه وعلى الموضوع، على الزوج والزوجي عليهما إيش؟ قضاء. لإفساد صومهما بالجماع. قال وعليه وحده الكفارة دونها، معاد؟ يعني هو الكفارة بس عليه مش على الزوجي، ولو كانت مطاوعة، ولو كان باختيارها، ولو كان من رضاها. الكفارة بس على مين؟ الزوج. طيب ليش؟ رح نيجي كمان شوي نبين ليش. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جامع بالكفارة ولم يأمره زوجته، قال لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض او ايش او نحوه، فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها الكفارة، فتختص بالرجل الواطئ، ولانها غرم مالي يتعلق بالجماع كالمهر، فلا تجب على الموضوع ولا على الرجل الموضوع كما نقله ابن الرفعة. واللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع فيما ذكر، كما شمله ما ذكر في الحد. إذا شوف معي، ليش بقول الشافعي إن الكفارة على الرجل دون المرأة، على الزوجة، على الزوج عفوا دون إيش؟ الزوجة. قال لأن الزوجة صومها يتعرض للبطلان بعروض الحيض أو نحوه، يعني ممكن في هذا اليوم كانت تجيها ايش؟ الدورة فيبطل صيامها. فاهم كيف؟ فهو معرض للبطلان. يعني في احتمال انه كان هذا اليوم تجيها فيها الدورة فيفسد الصيام بغير جماع. ثانيا قالوا الجماع الكفارة هي عبارة عن عقوبة مالية، وهذا مختص في مين؟ في الرجل. مثل المهر، تعال بالنسبة لي كل هذه الأقيسة ضعيفة، كل هذه الأقيسة ضعيفة. الأصح الحجة القوية الشافعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الرجل قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال مالك؟ قال وقعت زوجتي في نهر رمضان، جمع زوجته نهر رمضان، قال له أعتق رقبه، قال والذي بعثك بالحق نبي ما اجد الا رقبتي هذه، وراح ضرب على ايش؟ رقبتي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اطعم 60، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل اوقعني فيما وقعت الى الصيام؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اطعم 60 مسكينا، قال والذي بعثك بالحق نبيا. ما في، قال انتظر حتى ياتي الينا تمر الصدقه، جاء تمر الصدقه، فقال له خذه وتصدق به، قال والله ما بين لابتيها من هو احوج منه، فابتسم وقال له السلام خذها. ما النبي ما قالوش اطلع كفر دين عليك وعن زوجتك. وهل يعقل ان ينسى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام؟ هل يعقل ان يغفى عن ذلك النبي في مثل هذا المقام؟ لا. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان في هذا المقام يدل على انه لا يجب عليه ايش؟ الاعتاق او الصيام او الكفاره وما الى ذلك. هذا حج اقوى للشافعي من هذه الاقيسه
اللي سوى القياس فيها يعني أقيسة يعني ما مش دقيقة وليست سديدة وما لها علاقة في هذا المقام.